اليوم قاعدة مع شركة هب العالمية للأصباغ بحفل الإطلاق توباس بريليانس، المجموعة الجديدة من الأصباغ في البحرين. المجموعة الجديدة راح تكون كلها مات بلمس حريري، الألوان اللي مزينها تين. أهم ميزة بهالأصباغ أنها راح تكون فاميلي فريندلي، يعني تناسب الأطفال والعائلة، مضادة للبكتيريا، ما تسبب رائحة مزعجة، مناسبة للبيئة. الألوان التين مستوحاة من كل دول العالم، إيطاليا، باريس، نيويورك، المغرب. So I'm very thrilled and happy to be here with you guys today, to be a part of this beautiful event with such a name. Actually, when I saw the collection for the first time, it's so fashionable and trendy, and it has like, it can be feminine, it can be like tough. I'm so into like nude colors, obviously. I love pink, I love like dusty rose colors, and I was surprised that... But it's just a perfect shade of blue. I think it's Enigma. I don't have the charm. Enigma, you chose Enigma. Enigma was my color. It has in blue. And there... But I استوعبت انه الموضوع تأثير حقيقي، يعني مش مجرد أرقام. اللي بتكون على السوشيال ميديا اليوم، في أطفال تتابع، في مراهقين يتابعون، الكل يتأثر بأي كلمة. الألوان تكون كذي، لأن أبي شيء يعطيني طاقة إيجابية لما أدخل الغرفة بعد يوم طويل، بعد يوم متعب. أبي أدخل أبي أحس إني في مكان فيه فاهم. Watch this, and guys, I believe new generation will be interested in and will love, because we love inspiration, we love positive vibe, positive vibes, positive energy, fashionable, trendy, and this is what. أتوقع هذه أسرع يوم جيتها البحرين بحياتي. وصلنا أمس الساعة 12 بالليل، طيارتنا بعد شوي الساعة 4 العصر. فمروة وربعي ومتابعاتي، ما راح يمديني أشوفكم اليوم، بس إن شاء الله جيات أكثر في البحرين. محمود الخضر فنان برسالة سامية، وايد سعيد إني التقيت فيك اليوم. أنت من القلة الراقية اللي نحتاجهم بهالزمن، الله يوفقك. مبروك، كن فضوليا، الحين صارت على اليوتيوب.